فضيلة الشيخ عطية، هل هناك مذهب يقول بعدم وجوب الهدي على المتمتع؟ يقول الله سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. اشترط العلماء شروطا يتحقق بها التمتع الموجب للهدي، واتفقوا من الشروط على ما يأتي: أولا، ألا يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام كما نصت عليه الآية، وهم أهل مكة أو أهل مكة ومن يسكن قريبا منها دون مسافة القصر، على خلاف للعلماء في تحديدهم. ثانيا، أن تقع العمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وشذ عن هذا الشرط طاووس فقال: من اعتمر في رمضان ثم أقام حتى حج فهو متمتع. الثالث، أن تقع العمرة في العام الذي وقع فيه الحج، فلو اعتمر في أشهر الحج ثم لم يحج سواء أقام أو سافر وحج في عام آخر فليس متمتعا. رابعا، ألا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر فيه الصلاة. خامسا، ألا يعود إلى الميقات ليحرم بالحج منه، فإن عاد وأحرم منه فلا دم عليه. سادسا، أن يحل من إحرامه بالعمرة قبل أن يحرم بالحج، فلو استمر على إحرامه حتى أحرم بالحج لم يكن متمتعا بل يكون قارنا. وعلى كل حال فالمتمتع والقارن عليهما دم. سابعا، اشترط مالك فقط زيادة على ذلك أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد، ولا يقول الأئمة الثلاثة بذلك. ويوضحه ما جاء في حاشية قليوبي على منهاج النووي في فقه الشافعية، أنه لا يشترط أن يقع النسكان أي العمرة والحج عن شخص واحد، فلو استأجره واحد للحج واستأجره آخر للعمرة فتمتع عنهما، أو اعتمر عن نفسه وحج عن غيره أو العكس، فهو متمتع. ويمكن العمل بمذهب مالك عند الحاجة أو الضرورة، كمن يتكرر حجه ويريد التمتع دون هدي أن يجعل واحدا منهما عن أحد والديه المتوفيين وجوبا، أو لهما ندبا أو نيابة عن عاجز عن الحج، والدين يسر والله أعلم.